بفعل مساعد. دائما الجملة من تبدأ بفعل مساعد ويليها الفاعل، إذا هذه معناها جملة استفهامية من نوع الـ yes no question. ليش معنى yes no question؟ معناها الجواب مالها دائما يكون أما yes أو no، لأن هنا أنا ترجمتها معناها هل، أي فعل مساعد نسأل إذا سألنا بالفعل المساعد فمعناه هل، فالجواب ماله أنت حتى باللغة العربية هل قرأت؟ نعم قرأت، أو إذا لا تقول لا لم أقرأ، فدائما السؤال بهل يكون الجواب ماله أما نعم أو لا، وكذلك باللغة الإنجليزية. أي فعل مساعد تبدأ به الجملة الاستفهامية فهو معناه هل. فعل مساعد did، ليش؟ لأنه احنا هنا عندنا زمن ماضي بسيط وثم الفاعل وثم الفعل مصدر يكون مجرد. مثال: did he go home late؟ did he go home late؟ هل ذهب إلى البيت متأخرا؟ فرح يكون الجواب أما yes أو no. yes he did or no he didn't. no he didn't. النوع الثاني من الجمل الاستفهامية اللي نسميه WH question. ليش سمينا WH question؟ لأن أدوات الاستفهام أغلبها اللي راح نستخدمها مبدوءة ب WH، مثل what ماذا أو ما، where أين، when متى، who من، how كيف، which a، how long أو how much، how many. هاي كلها تعتبر أدوات للاستفهام، يسموا السؤال بأدوات الاستفهام. شلون الفورميوليشن مالتها؟ شلون نصوغ سؤال باستخدام أدوات الاستفهام في الزمن الماضي؟ نجيب أدوات الاستفهام أولاً WH تتلى بفعل مساعد اللي هو أكيد did. ليش؟ لأنه ماضي بسيط، الفعل المساعد يكون did، ثم الفاعل وثم الفعل مجرد وعلامة الاستفهام. Where did he go؟ Where did he go؟ الجواب إيش راح يكون؟ ما راح يكون yes أو no بهالحالة، لازم تنطي دا يسألك أين ذهب؟ إيش راح تنطي؟ راح تنطي معلومة، أنت معلومة تامة، راح تقول له مثلا على سبيل المثال he went home. سألك بالماضي، الجواب راح يكون في الزمن الماضي. إذن he، طريقة الإجابة تحذف أداة الاستفهام، تحذف الفعل المساعد، تباوع الفاعل اللي هو ما بعد الفعل المساعد تنزله، هي تكتبه capital letter بالبداية، ثم بعد الفعل في الزمن الماضي مال go شنو الماضي ماله؟ went، لأنه فعل شاذ، الماضي ماله went، حولناه إلى went. ليش؟ لأنه السؤال في الزمن الماضي، إذا الجواب لازم تكون بالماضي، ذهب إلى البيت، he went home. okay. شباب هسا عندنا rules for spelling d and ed ending، يعني قواعد لإضافة ال d وال ed. هاي الموضوع مهم همين، لأن يجيكم هذا بالإملاء ضروري أن تفتهمون هذه القاعدة وتحفظوها وتطبقوها على بقية الأفعال القياسية. مثل عندنا المجموعة الأولى walk، الماضي ماله walked، إضافنا على ed. work worked ed. شوف المجموعة الثانية smiled moved arrived waved. هنا أنا الفعل أساسا هو منتهي ب e، إذن بس نضيف له d حتى يتحول إلى الماضي. smile يبتسم، move يتحرك، arrive يصل، wave يلوح. انتبه إلى المجموعة الثالثة: stop stopped، plan planned، slip slipped. هنا أنا الفعل ضعفنا الحرف الأخير وضفنا ed. ليش؟ إذا كان الفعل ذا مقطع واحد ومنتهي، عفوا يعني قصدي الفعل القياسي،
إذا كان الفعل القياسي ذا مقطع واحد منتهي بحرف صحيح مسبوق بحرف علة واحد، فعند تحويله إلى الماضي نضاعف الحرف الأخير ثم نضيف إيدي. plan نفس الحالة، وسليب نفس الحالة. راح تسألني تقول لي شلون نعرف الفعل إنه هذا الفعل من مقطع واحد؟ راح نعرفه من الحرف العلة. حرف العلة هنا عندنا بين حرفين صحيحين. حروف العلة تعرفها أنت، الأي والأو واليو والآي والإي. هنا حرف علة عندنا بين حرفين صحيحين، إذن هذا يعتبر مقطع. stop stop، plan plan، slip slip، stop stopped، plan planned، slip slipped. مقطع واحد منتهي بحرف صحيح مسبوق بحرف علة واحد، إذن عند تحويله إلى الماضي نضاعف الحرف الأخير ونضيف إيدي. هاي القاعدة للفعل القياسي ذا المقطع الواحد اللي منتهي بحرف صحيح مسبوق بحرف علة. أعطيك هنا ملاحظة بسيطة، مثلا أن الفعل clean، الفعل clean حرفي العلة ذولا حرفين العلة المتجاورين أيضا هم يعتبرون مقطع واحد، لكن مع هذا راح الماضي مالته يكون بس إيدي. ليش؟ لأنه راح ينافي القاعدة هذه بوجود، لأن القاعدة هنا شو تقول؟ تقول إذا كان الفعل ذا مقطع واحد منتهي بحرف صحيح مسبوق بحرف علة واحد، في حين هنا عندنا كم حرف علة؟ اثنين، فإذا هذا من ضمن القاعدة، فبس راح نضيف له إيدي دون مضاعفة الحرف الأخير. المجموعة الأخرى، المجموعة الرابعة اللي هو الأفعال المنتهية بواي. انتبه عزيزي الطالب، هنا كل فعل قياسي منتهي بواي انتبه إلى زين، يعني إذا كان الواي مسبوق بحرف صحيح فعند تحويله إلى الماضي نقلب الواي إلى آي ونضيف إيدي، كما في الأفعال الآتية مثلا study studied، try tried، cry cried، worry worried، copy copied، وهكذا. انتبه إلى الفعلين الأخيرين اللي هو enjoy enjoy و play. enjoy منتهي، هذا فعل قياسي منتهي بواي لكن مسبوق بحرف علة واحد، إذن لا يقلب الواي، تبقى الفعل على حالة، فهذا قياسي. ثم نضيف هو أكيد يعني كلها أفعال قياسية، بس القاعدة مالته شنو؟ إذا كان مسبوق بحرف علة فيبقى كما هو، بس نضيف إيدي دون قلب الواي. كذلك بالنسبة إلى الفعل play، وهكذا تطبقون هاي القاعدة على بقية الأفعال القياسية. هذا مادة مهمة تجيكم بالإملاء. إلى هنا أعزائي الطلبة الصف الثالث ينتهي موضوعنا لهذا اليوم، وبعد هاي المحاضرة حرفتكم بتمارين وزارية وإثرائية راح تحلوها، ونتواصل حتى أشوف حلولكم. شكرا جزيلا.